معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم كيهكي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم يصام بدون انقطاع ويؤكل فيه سمك. الألحان فاي بيبي وتاي شوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا بالإضافة إلى ألحان شهر كيهك. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. القسمة تقال قسمة صوم الميلاد. الأوشية الموسمية الزروع والعشب. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة الكيهكي. ختام الصلوات المولود من الآب قبل كل الدهور بميسي إيفول خينفيوت خاجوؤو إني أون تيرو. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 25 من شهر كيهك المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 575 للشهداء 859 ميلادية، تنيح القديس الطباوي الأنبا يحنس كام القس، وكان هذا القديس من أهل شبرا منصو التابعة لمحافظة الغربية، وكان والداه مسيحيين تقيين ولم يكن لهما ولد سواه، ثم زوجاه بغير إرادته، ولما انفرد بزوجته صليا طويلا فاتفق على أن يعيش حياة البتولية، وكان ملاك الرب يظلل عليهما، وأنبت الرب كرمة على خدرهما، وكانت العناية الإلهية تحفظهما. وذات يوم قال القديس يحنس لزوجته: يا أختي، أنا أشتهي الذهاب إلى البرية للرهبنة، ولا أستطيع ذلك دون موافقتك. فأجابته: إلى ما أراد، فأدخلها أحد أديرة العذارة، فصارت أما فاضلة، وبعد ذلك أصبحت رئيسة على الدير. أما القديس يحنس فأرشده ملاك الرب إلى برية شيهيت، وهناك ترهب عند شيخ قديس يدعى درودي بدير القديس مكاريوس، فأقام عند هذا الشيخ يتعلم منه الفضيلة. فأمره ملاك الرب أن يمضي إلى غرب دير القديس يحنس القصير بقليل ويبني له ديرا، ففعل كما أمره الملاك، واجتمع حوله 300 راهب. وذات مرة ظهرت له القديسة الطاهرة مريم وقالت له: إن هذا مسكني إلى الأبد، وسأكون مع أولادك كما كنت معك، ويدعى اسمي على هذا الدير. وأعطته 3 دنانير ذهب، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، فدفن أولاده جسده الطاهر في ديره، ثم نقل الجسد إلى دير القديسة العذراء الشهير بالسريان، وما زال موجودا حتى الآن بركة للرهبان والزائرين. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس الأنبا بشاي بجبل الطود، وكان ناسكا متعبدا منذ صغره، ولم يعطي جسده راحة لكثرة السهر والصلوات والمطنيات، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، ووضعوا جسده في الكنيسة، وما زال ديره كائنا بناحية الطود شرق أرمنت، ويسمى دير القديسين. وبه أيضا جسد القديس الأنبا بسنتاؤس، بركة صلواتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير يابين داود النبي، بركاته على جميعنا. كهنتك يلبسون العدل، وأبرارك يبتهجون
من أجل داود عبدك. أذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم الرب ونظر إلى يعقوب. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار مرقس البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. وجاء إلى كفر نحوما وإذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلسا ونادى الاثنى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني. فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا، لأن من سقاكم كاس ماء باسمي لأنكم للمسيح. فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. والمجد لله دائماً. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 25 كياك، وهنبتدي بآية محورية مهمة قوي في قراءات النهاردة، هي في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 9. بيسأل السيد المسيح تلاميذه: بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ يقول في مرقس 9:34: فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق فيما بينهم في من هو أعظم.
دي الآية المحورية اللي هيتكلم عليها القراءات كلها. واتكرر شبيه بهذه الآية في إنجيل العشية في لوقا 22، يقول من منهم يظن أنه أكبر، مين أكبر من التاني أو مين أعظم من التاني. يرد في مزمور العشية يقول افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، يعني أنت لما تقول أنا الكبير لا، خلي الكبير هو ربنا، خلي الأعظم في حياتك هو الله، اهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. في إنجيل لوقا 22 وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر، فالسيد المسيح رد عليهم وقال لهم فقال لهم ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنون، وأما أنتم فلا يكون هذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. الكبير فليكن كالأصغر، دي أول صفة هنتكلم عنها بعد شوية، التواضع، والمتقدم كالخادم الخدمة. في إنجيل باكر يقول ابتهجوا أيها الصديقون بالرب، مش يبتهج بنفسه، للمستقيمين ينبغي التسبيح، طوبى للأمة التي الرب هو إلهها، يعني الكبير هو الله مش الإنسان، الذي اختاره ميراثا له. في الإنجيل معلمنا متى بيتكلم عن مثل الوزنات، فاللي خد خمس وزنات ربح خمس وزنات أخر، لكن هنا برضو الافتخار مش بذاته لكن الافتخار بالوزنات اللي عطاها له ربنا والمواهب اللي عطاها له ربنا، مش هو أعظم ولا حاجة من ذاته، لا ده ربنا. وهكذا اللي أخذ الوزنتين ربح وزنتين أخريين، وقال كده نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ده اللي ربح خمس وزنات وأيضا اللي ربح الوزنتين. البولس يتكلم عن صفتين مهمين قوي في العظماء، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع. فعل الخير هنا بيتكلم عن الخدمة، والتوزيع بيتكلم عن العطاء، ويكمل ويقول وليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. في الكاثوليكون يؤكد معلمنا بطرس في بطرس الأولى 5، يقول وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع. يبقى إذن هنا أصبح في عندنا ثلاث صفات مهمين قوي للعظماء أو الذين يدعون عظماء. في الإبريكسيس يقول يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. ربنا هو اللي بيصنع العجائب والمعجزات، مش الشخص نفسه هو اللي بيعمل هذه العجائب والمعجزات. نرجع مرة تانية للآية بتقول في المزمور أذكر يا رب داود وكل دعته. هنا الدعاء مقصود بها الوداعة والتواضع، ودي نقطة مهمة من النقاط اللي عايزين نتكلم فيها. من هو أعظم؟ السؤال ده عايزين نجاوب عليه. ربنا أعطانا مفهوم جديد للعظمة، إن العظمة مش في الكبرياء لكن العظمة في التواضع. قال تعالوا تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. وأيضا يؤكد معلمنا بطرس في القراءات بتاعة النهاردة، يقول الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. يبقى هنا نقطة العظمة في التواضع وليس في الكبرياء. أيضا العظمة في الخدمة، إن الإنسان يخدم مش إن الإنسان يتخدم، وده اللي قاله السيد المسيح أو قيل عن السيد المسيح أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وأيضا الكتاب المقدس يعلمنا ويقول إذا أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل. آخر الكل فيها تواضع، خادما للكل هنا تظهر الخدمة. أيضا في متى 20:25 يقول أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون عظيما فليكن آخر الكل وخادما للكل. النقطة الثالثة ودي المهمة، العظمة الحقيقية في العطاء وليس في الأخذ.
يقول الكتاب المقدس في أعمال الرسل مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. والسيد المسيح لما مدح المرأة اللي أعطت الفلسين مش مدح اللي أعطوا دنانير كثيرة لأنها من عوزها أعطت. وبكده يبقى العظمة الحقيقية هي في الاتضاع وليس في الكبرياء، والعظمة الحقيقية أيضا هي في أن الإنسان يخدم مش يتخدم، والعظمة الحقيقية هي في العطاء وليس في الأخذ. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.